أدم حسن إبراهيم، جامعة حلوان، فرقة رابعة. عرفته من زمايلي من سنين سابقة ونصحوني بيه وكده. من حيث التاسكات كان في تاسكات صعبة وكان في تاسكات سهلة، بس كمجمل يعني كانت محتاجة مجهود كبير يعني. أديها 8/10. الفيدباك لا كان جميل جدا وكان موضح كل حاجة، والحل كان نموذجي واستفدت منه جامد. أديهم 9/10. فيديوهات التلخيص كانت جميلة جدا، كنت بسمعها بعد كل محاضرة وكنت بستفاد منها وبعرف أحل التاسك بعد ما بسمعها. أديها 10/10. مرحلة المشروع كان في ضغط بس عشان الوقت كان قصير، بس بعد ما خلصت المشروع كده لا حسيت ان انا عملت انجاز وكانت جميله يعني، والمناقشه كانت حلوه جدا. انا الفني لا كان متعاونين جدا ويعني ما فيش حد اتاخر عننا بمعلومه. المحاضرين لا كانوا ممتازين جدا في الشرح وكانوا بيبسطوا المعلومه بيوصلوها بسهوله. اديهم مثلا 9/10. انصحهم بايه؟ اللي هم يلتزموا بالتاسكات وما يسيبوش تاسك غير لما يعملوه، وحتى مثلا لو تاسك سابوه ممكن يبقى يبصوا في الحل النموذجي ويفهموا الحل وكده.